إجراءات الدستورية إلى إجراءات البرلمانية إلى مكانها الدستوري. مقتنع أنت بالقرار؟ لو ما مقتنع لحد الآن يعني بعد الأمور اللي قدمتها. يعني بعد المحكمة الاتحادية قررت وقرارها ملزم. تكون بعض الخطوات أخرى ممكن؟ تكون لكم خطوات أخرى؟ شوف شو يصير. كيف رأيتم قرار المحكمة؟ قرار صدرت المحكمة وانتهى. وقرار بات وملزم للجميع. تقتنعون بهذا القرار؟ هل تعتقدون لغاية الآن أن الجلسة غير دستورية ومخرجانها دستورية؟ المحكمة حكمت بدستورية الجلسة وانتهى.